السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا في هالجو الخريفي الجميل، وفي الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ألوان. طبعا نقدم لكم هالحلقة والرذاذ حطمة من كل جانب، وأيضا ما ننسى البساط الأخضر اللي يغطي كل الأراضي. نتمنى لكم أجمل الأوقات معنا، فأهلا وسهلا بكم. برنامج ألوان يقدم لكم العديد من الفقرات، مثل فقرة المواهب وفقرة المسابقات، ومن أهم فقرات برنامجنا اللي هي فقرة التجوال. متابعة شيقة. الخريف كلمة وتغني عن كتاب، القلوب فرحة مع عزف المطر، المطر والخريف كلمة تغني عن كتاب، القلوب فرحة مع عزف المطر، والبخور يطفي على الدنيا عطر، فوق وجه الأرض يكتب في سطر، الخريف كلمة وتغني عن من الجميل أحبائي أن نقوم نحن كناشئين بالتعلم والإبداع والابتكار في جوانب الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بشكل عام. وفي برنامج ألوان دائما نسعى لتقديم الفائدة لكم من خلال الجولات والفقرات التي نقدمها لكم، وفقرتنا لليوم سوف تكون في أحد الأركان التي تهتم بهذه الجوانب. متابعة شيقة. معرض وزارة الزراعة والثروة السمكية بمهرجان صلالة السياحي لعام 2016 من 30/7 إلى 20/8. يهدف في المعرض بالتعريف بأهمية المشاريع المنفذة حالياً على مستوى السلطنة، وأيضاً بالتوعية والإرشاد والتعريف بالمقومات الزراعية والحيوانية والسمكية بالسلطنة. وينقسم المعرض إلى عدة أركان. الركن الأول وهو ركن الثروة السمكية، الركن الثاني ركن صندوق التنمية الزراعية والسمكية، أما بالنسبة للركن الثالث فهو ركن الزراعة، والركن الرابع ركن الثروة السمكية، أما بالنسبة للركن الخامس فهو ركن للمرأة الساحلية، والركن الأخير وهو ركن لإحدى الشركات الطلابية التي تعرف باسم باللورة.
ونحن نتجول في هذا المعرض. معنا أحد الزائرين للمعرض، نتعرف عليهم. عرفنا على اسمك. يوسف خلفان المعمري. وأنت يا حلو وش اسمك؟ أنا يوسف خلفان المعمري. من وين أنتوا؟ من لوا. هذه أول مرة تجوا فيها إلى المعرض؟ لا، كم مرة، عدة مرات هنا. وش المعلومات اللي شدتكم في المعرض وإيش الأركان اللي عجبتكم؟ والله هي مشاريع وزارة الزراعة مشاريع جيدة، تأتي بمشاريع حديثة، منها تربية الدواجن، الزراعة المائية، تربية الأسماك، وهذه مشاريع صراحة ممتازة. وأنا صاحبت بنتي آمنة للمعرض من أجل أن نستفيد من المشاريع القائمة التي تقوم بها وزارة الزراعة، وأنا عندي فكرة عن هذه المشاريع وصاحبتها في المعرض على أساس أنها هي تكون فكرة، بحيث أنها بالمستقبل لو فكرت تقيم مشروع أنا أساندها في هذا المعرض. صحيح، شيء جيد. وأنت يا حلوة خبريني، وش الركن المفضل إليك في المعرض؟ وش عجبك في المعرض؟ ركن الدواجن. ركن الدواجن، ليش اخترتي ركن الدواجن؟ أو إيش المعلومات اللي تعلمتها في هذا الركن؟ تعلمت إن إحنا عندنا مشروع في البيت، مشروع الدواجن. نحن عندنا دواجن تعطينا البيض، فنحن ما ناخذ البيض المحلي، البيض احنا ناخذ بس بيض الدجاج اللي عندنا في البيت، وهذا البيض اللي يكفينا ناكله، واللي ما يكفينا نحطه في البقاصة، وبعد ما بعد كم يوم يطلع لنا خصيصان. انا حبيت اتعرف على مشروع الدواجن على اساس ان يوم انا اكبر في المستقبل اكون يعني صاحبة هذا الدواجن، رائدة عمل قوي. صحيح؟ صحيح. ممكن تحدثنا عن اسم المشروع؟ هذا مشروع البيوت المحمية. هنا موجود عندنا نموذج مصغر يحاكى الزراعة المائية داخل البيوت المحمية. حدثنا عن فكرة هذا المشروع. هذا المشروع بشكل مبسط هي تجربة حديثة في السلطنة للزراعة المائية من غير تربة، وخصوصا الخضر، فهي تعود اقتصاديا وتوفر الماء بشكل كبير، وأيضا تقلل من صرفية الأسمدة واحتواء الأمراض. طيب، في أنواع محددة للأشجار اللي تفضلوا زراعتها في هذا المشروع، أو ممكن لكل الأشجار؟ هو غالبا جميع أشجار أو نباتات الخضر، لكن نحن نفضل فيها النباتات اللي هي موسمية زي الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان، زي هذا اللي لها موسم في البيت المحمي، وطريقة الزراعة الهيدروبونيك على مدار السنة. مرحبا يا حلوين، عرفوني على أساميكم. أنا اسمي الشموخ مسلم فرج الكثيري. وأنت يا حلو وش اسمك؟ اسمي نصر الله فرق الكثيري. والبطل اللي معانا وش اسمه؟ محمد سلف فرق الكثيري. هذه أول مرة تجوا فيها إلى المعرض؟ نعم. إذا خبرني وش معاك هنا؟ الأكل المفيدة. عندك عن الأسماك؟ أيوة. معلومات قرأت عنهم؟ عجبك المكان؟ أيوة. إذا أنت خبرني وش ماسك في إيدك؟ أسماك سطحية. وش يعني؟ الأسماك اللي تعيش في سطح، يعني الأسماك المفيدة اللي ممكن ناكلها؟ نعم. يعني أنت حبيت ركن الأسماك، صحيح؟ صح. وأنت يا حلوة وش حبيتي من الأركان، وش استفدتي؟ ركن السمك. استفدتي من ركن السمك؟ نعم. خبريني وش ماسكة؟ أمراض الأسماك، القيمة الغذائية في الأسماك. واستفدتي؟ نعم. عرفتي أنواع الأمراض اللي تصيب الأسماك؟ نعم. إذا خبريني إيش بعد تعلمتي في المعرض؟ تعلمت أن السمك مفيد. سمك مفيد، صحيح. طيب خبريني ليش خذيتي هذه الكتيبات معاكي؟ عشان أقريهن في البيت. وبتعلمي أهلك؟ نعم. وصاحباتك خذيتي لهم كتيبات بعد؟ نعم. إنزين يا حلوة، أنت لما تكبري وش راح تكوني؟ دكتورة. دكتورة تعالج الناس ولا دكتورة بيطرية تعالج الحيوانات؟ دكتورة بيطرية تعالج الحيوانات؟ نعم. إنزين، شفتي المشاريع الموجودة هني؟
نعم. حابة يوم من الأيام يكون معاك مشروع؟ نعم. زين حل إيش المشروع راح يكون، للدواجن ولا للسمك ولا للنباتات ولا لإيش؟ للسمك. خلاص يعني أنت راح تكوني دكتورة بيطرية للأسماك، طيب؟ حسنا. وأنت يا بطل وش تكون لما تكبر؟ شرطي. تكون شرطي؟ أيوة. وتحمي الناس؟ أيوة. وأنت حاب يوم من الأيام يكون معاك مشروع؟ إذا خبرني مشروعك راح يكون لإيش؟ لأسماك، للأغنام، لإيش؟ الأغنام. مرحبا بك، ممكن تعطينا شوية نبذة عن نفسك؟ نحن هنا مشاركين في من وزارة الزراعة والثروة السمكية من مركز الاستزراع السمكي، مشاركين هنا بنظام الاستزراع الأحيومائي الأكوابونيك، وهذا النظام هو نظام جديد معنا. طبعا هذا النظام يكون بدون تربة وبدون أي أسمدة، هذا فقط يكون مجرد ماء ويمر الماء إلى النبات، ومن النبات يرجع مرة ثانية يروح إلى الأسماك ويرجع مرة ثانية. هذا طبعا في النظام هذا يتم تدوير الماء فقط. هني راح يكون النبات معانا نبات عضوي بدون أي أسمدة كيماوية بدون أي تربة. إيش الركن اللي عجبك وإيش الاستفادة اللي استفدتيها؟ ما يعني ما الأسماك وما النباتات اللي عجبتنا فيها في هذا المعرض. طيب خبريني الاستفادة اللي استفدتيها من المعرض بشكل عام. يعني هو يفيدنا في حياتنا اليومية، نعرف نختار نوع الأكل اللي يفيدنا، هل هذا الأكل صالح أو لا، وأيضا أنه ممكن أن نحن نكون لنا تجارة من نفسنا بهذه المشاريع، صحيح؟ أيوة. عندك فكرة في المستقبل أنك تسوي لك مشروع من هذه المشاريع؟ أيوة. مثل ويش؟ مثلا الاستزراع وأخذ كيف يعني السمك لما راح المولات كذا. يعني بتسوي لك فكرة عن الاستزراع بس بطريقة مختلفة، صحيح؟ أيوة. من الجيد أن نرى الناشئة يقدمون في المشاركة في المشاريع التي تنمي بلدهم، واليوم في هذا المعرض التقينا أحد الشركات الطلابية التي ساهمت في إنشاء شيء جميل لأجل بلدنا الغالي عمان، نتعرف عليهم بشكل أكبر. عرفنا على اسمك. معك محمد السعدي من شركة باللورة، مشاركين في مسابقة إنجاز عمان من كلية التقنية العليا. عرفنا شوية على مشروعكم في أي مجال يختص. بالأول شركة باللورة هي يعني معنى كلمة باللورة، استأصلناه من النقاء ومعنى اللمعان. يعني هذا المنتج هو عبارة عن مادة عضوية مستخرج من مخلفات النارجيل، فيساهم في ترشيد استهلاك المياه. فهذا هو المنتج. فأيضا من مميزات هذا المنتج أنه يعمل على تقليل من عدد مرات الري. يعني مثلا إذا كان الشخص يسقي الزراعة في أسبوع كامل كل يوم مرة، فممكن أنه يخلص هذه المرات إلى مرة واحدة في الأسبوع، فبهذا الحال هو يمكن أنه يقلل من القيمة، قيمة الدفع الفاتورة. وبالإضافة إلى أنه أيضا استفاد من الجهد والوقت اللي أيوة اللي استخدمه في هذا الزراعة في أشياء أخرى. وأيضا من جهة أخرى ممكن أنه يوفر هذه الأمور كاملة يعني. وهذا المنتج يعمل على ثلاث آليات، آلية الامتصاص وآلية التخزين وآلية التفريغ. كلمة أخيرة حاب توجهها لنا نحن كناشئين وأيضا للمشاهد. في البداية طبعا المياه هي عبارة عن نعمة، والحمد لله رب العالمين أن بلادنا متوفر فيها المياه بكثرة، فلذلك لابد أن نستغل هذه الميزة في أن نحافظ عليها، وهي في النهاية بما أننا نحن نبدأ نحافظ عليها نحن كجيل شباب، فشيء طبيعي بأن خلاص هذه بتكون عندنا عادة، وثاني شيء قيمة لنا أن يعني نستخلصها في النهاية. إخواني الأطفال، كانت جولتنا اليوم في معرض وزارة الزراعة والثروة السمكية. من الجيد أن نسعى ونبتكر لنحقق الأفضل. ننتقل الآن للزميلة ملاك بعد الفاصل. يا دال يا دال يا دال.
الوجدان. أسعد الله مساكم متابعين برنامج ألوان، ويا مرحبا بكم أطفالنا الصغار في هالجولة. وكما عودناكم مقابلاتنا مستمرة بشكل يومي، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع. ونتعرف على الحلوات اللي معانا. اسمك؟ نور. وانت يا حلوة؟ حور. يا أهلا وسهلا بنور وحور، خبرونا أنتم من وين؟ من نزوة. وانتي؟ من نزوة. يا أهلا وسهلا بأهل نزوة. حور، خبرينا على الأماكن السياحية اللي زرتيها في محافظة ضفاء. مدينة سماهرم الأثرية. أيوة. وبحار والبحار. مغسيل. وأتين. سهل أتين. طيب وانتي؟ إلى ريسوت وصحلنوت وبعض من البحار. مثل المغسيل. مثل المغسيل. و رحت العيون؟ لا. وانتي رحت العيون ولا بعد؟ بعد. يلا حور، خبرينا متى وصلتوا المهرجان؟ الحين. يعني توكم داخلين المهرجان، ما تقولتوا بأي مكان؟ لا. طيب وين ناويين تروحوا؟ الألعاب. الألعاب، ايش هي لعبتك المفضلة؟ المقص. المقص، يعني ما تخافي منها؟ أحيانا. أحيانا تخافي وأحيانا لا. بعد في ألعاب ثانية تحبيها ولا بس المقص؟ النطاطات وبعض الألعاب البسيطة. وانتي يا نور خبرينا عن لعبتك المفضلة. لعبة النطاطات. وبعد؟ بعد الألعاب، يعني لعبة المقص. يعني ما تخافي من الألعاب الكبيرة؟ لا ما أخاف. تحبي الرقصات الشعبية؟ أيوة. ناوية تروحي لها؟ أيوة. أصدقائي الأعزاء، لقاءاتنا ما زالت مستمرة، ونتعرف على الشطورة اللي معانا. اسمك؟ نوف. نوف، أعطيني اسمك كامل. نوف خليفة محمد سام سيد زيد المقبال. والنعم، نوف من وين؟ صحار. يا أهل وسهل بأهل صحار ومنورينا في صلالة. نوف خبرينا متى وصلتوا صلالة؟ وصلنا قبل أيام. تحب الألعاب؟ أيوة. رحت الألعاب ولا بعد؟ بعد. إيش هي لعبتك المفضلة؟ قيطار. طيب من وصلتوا المهرجان، إيش أحلى لك ركن حبيتيه؟ حبيت الألعاب. ركن الألعاب. طيب الرقصات الشعبية والفنون ما حبيتيها؟ حبيتها. رحت المعرض ولا بعد؟ رحنا. كيف شفتي، حلو؟ ايوه. ونتعرف على الشاطر اللي معانا. اسمك؟ تركي. تركي، أعطيني اسمك كامل. تركي سعيد شهير عام قيد المهري. والنعم، تركي من وين؟ من صلالة. يا أهلا وسهلا بأهل صلالة. تركي خبرنا كيف شفت أجواء الخريف هالسنة؟ رائعة. جميل. رائعة وجميلة. طيب خبرنا كيف شفت أجواء المهرجان، حلوة ولا مو حلوة؟ حلوة. تحب الألعاب؟ نعم. ها؟ نعم. تحبها واجد ولا شوية؟ واجد. إيش هي لعبتك المفضلة؟ قطار. نتعرف عليك؟ مكتوم راشد خلفان الكحالي. والنعم، من وين؟ من ولاية صحم. يا أهلا وسهلا، متى وصلتوا صلالة؟ يوم السبت. وين الأماكن اللي رحتوها في صلالة؟ رحنا عين عثوم، ورحنا وادي دربات، ورحنا المناطق السياحية، ورحنا صحنوت. وما هو مكانك المفضل؟ الخريف. أيوة، مكان سياحي أقصد، مكان سياحي. مكان سياحي مثل صحنوت وعين أرزات. صديقتي نوف، إيش تقولي لزملائك اللي في صحار؟ أقولهم تعالوا صلالة، خريف وايد حلو وممتع. أصدقائي الصغار، انتهت جولتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على هاشتاج ألوان _ صلالة. والآن أترككم مع زميلتي أصايل. أحبائي المشاهدين، كونوا معنا، طالعين فاصل وراجعين لكم في فقرات برنامجنا جميلة كجمال هذا الرذاذ. تابعوا برنامج ألوان محافظة مسقط. الألعاب واجد حلوة. تردون أول من مصنعة. من مسقط. من صلالة. من عدن. من ولاية بهلة. ساعة
السوق أسحار الجزر ألعاب مهرجان حلوة استمتعت في الألعاب من السعودية ما أعرف ما نرمي الأوساخ في 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 الجبال رحت المهرجان أمس لأقل الأماكن بكلها رحتهن المرة الماضية متابعينا الكرام مسابقة أفضل صورة سيلفي ومسابقة أفضل صورة سيلفي في أحد أركان منتزه أتينا لاند لا زالتا مستمرتين. في المسابقة الأولى نتمنى أنكم تصوروا صورة جميلة ومن تصوير الشخص نفسه وبخلفية جميلة. أما في المسابقة الثانية تقوموا بزيارة منتزه أتينا لاند وتلتقطوا صورة لكم في أحد أركان المنتزه. وتشجيعاً من إدارة منتزه أتينا لاند راح يقدم الجوائز للفائزين في المسابقة ونتمنى للجميع التوفيق. أعزائي المشاهدين والحين وصلنا لفقرة المسابقات ونتعرف على أول متسابقة معنا. عارفين على اسمك؟ بيان اسمي. من وين يا بيان؟ أنا أصلا من قريات لكني ساكنة في الحي. وكيف أجواء صلالة هالسنة؟ ما شاء الله أجواء صلالة كثير حلوة وخريف أمطار حلوة يعني ما شاء الله. كم يوم جلستي في صلالة؟ تقريبا 4 أيام. وإن شاء الله راح تستمر ها؟ أيوة تستمر. طيب عادي أسألك سؤال؟ أيوة اسألي بس ركزي. طيب؟ أيوة. سؤالك يقول أين تقع محمية المها؟ هل في ولاية هيمة أم في ولاية قريات أم في ولاية ثمريت؟ ركزي وشوفي على الكاميرا. طيب؟ هيمة أم في قريات أم في ثمريت؟ وسطى. في محافظة المسطى لكن في أي ولاية؟ ولاية هيمة أم في قريات أم في ثمريت؟ قريات. في هيمة. هيمة أم قريات أم هيمة؟ متأكدة؟ متأكدة. خلاص ثبتي؟ ثبت. ما حد غششك صح؟ لا. ولا ساعدتك صح؟ ساعدتني. وإجابتك إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من منتزه أتينا لاند. نتمنى أنك تقضي وقت حلو معانا. السلام عليكم. عارفين على اسمك؟ عليكم السلام. بثينة. من وين يا بثينة؟ من ولاية سحار. هلا بك في صلالة. كيف أجواء صلالة هالسنة؟ ما شاء الله مرة حلوة. هذه أول زيارة لك إلى صلالة؟ لا والله هنا قبل. وتنصحي كل اللي يشوفونه يجي صلالة؟ هي والله مرة حلوة. طيب ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. سؤالك يقول ولاية المزيونة هل في محافظة شمال الشرقية أم في محافظة الظاهرة أم في محافظة ظفار؟ ظفار. متأكدة؟ اي نعم. ما بتقولي شمال الشرقية؟ لا والله. متأكدة خلاص؟ اي نعم. وإجابتك إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من منتزه أتينا لاند. شكرا لك. شكرا. زين سؤالي راح يكون عن سوق مشهور في سلطنة عمان وكان يعرف قديما باسم سوق الظلام. هل هذا السوق يوجد في ولاية عبري أم في ولاية نزوة أم في ولاية مطرح؟ والله ولاية مطرح. متأكد؟ إن شاء الله. زرته من قبل؟ أيوة زرته. وتشريت؟ أيوة. والإجابة صحيحة وهذا السوق يقع في ولاية مطرح. ومن الراعي أيضا أصدقائنا أن نقوم بزيارة هذه الأسواق وأيضا نتعرف على ما تحتويه هذه الأسواق العمانية. شكرا لك. طيب سؤالك يقول وادي ضيقة هل يقع في ولاية العامرات أم في ولاية قريات أم في ولاية سيب؟ عامر. ركز. يعتبر سد وادي ضيقة أكبر السدود الموجودة في سلطنة عمان. ركز. قريات. متأكد؟ اي نعم. ما في العامرات؟ لا متأكد قريات. ما في السيب؟ لا. ما حد غششك؟ لا. وإجابتك إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من منتزه أتينا لاند. نتمنى أنكم تقروا أكثر أكثر عن الأودية الموجودة في سلطنة عمان وأهميتها. شكرا لكم. طيب ممكن الحين أسألك سؤال؟ تفضلي.
بس ركز طيب؟ تمام. سؤالك يقول: أين تقع نافورات المغسيل؟ هل في محافظة الداخلية؟ أم في محافظة ظفار؟ أم في محافظة جنوب الشرقية؟ ظفار. متأكد؟ زرتها من قبل؟ أيوة. حلوة؟ وايد. طيب إجابتك إجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من منتزة أتينا لان. نتمنى أنك تقضي وقت حلو وممتع. شكرا لك. سؤالك يقول: هاوية نجم عبارة عن فلج أم وادي أم حفرة عميقة في الأرض؟ حفرة عميقة في الأرض. أنت زرت المكان؟ نعم. وعجبك؟ يعني تعرف الإجابة؟ نعم. أنا ما بقولك صح، أنت قولي لي صح ولا غلط. صح؟ صح. وإجابتك صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من منتزه أتينا لان. نتمنى تقضي وقت حلو أنت وأخوانك. شكرا لك. ممكن الحين أسألك سؤال؟ سؤالك يقول: أين تقع قلعة صحار؟ في شمال باطنة. زين، وين بالضبط؟ في أي ولاية؟ قلعة صحار في أي ولاية؟ ولاية صحار. والإجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من منتزه أتينا لاند. نتمنى أنك تقضي وقت جميل معنا. شكرا لك. أحبائي، انتهت حلقتنا في برنامج ألوان لليوم، وقضينا مع بعضنا البعض أوقاتا جميلة. نلتقي بكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.